بسم الله والابن القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع دروستين، اهلا بحضراتكم. رجاء محبه جديده على القناه، ايضا زرار الاشتراك وفعل زرار الجرس مع موضوع مهم جدا، وهو تصحيح مفاهيم مغلوطه عن اشياء كتيره في المسيحيه وعن اشياء كتيره في الناس وعن فتي بيحصل وعن كلام بيحصل عجيب وعن اتهامات باطله بيتم مهاجمه الجميع بيها. فلازم يبقى فيه ردود صح في الوقت ده. عشان كده بعد اللي بسمعه وبشوفه من اكتر من جهة ومن اكتر من فيديو، لازم اضطر اتكلم دلوقتي في النقط دي. فرجاء شاركوا البث عشان الناس تستوعب وتبص وتتفرج معانا في القناة. هنا معانا عايزين نتكلم عن بعض المفاهيم في المسيحية اللي دلوقتي للأسف بقى كتير بيهاجموها، عن جهل، عن عدم وعي، عن قصد، عن أي شيء. مهمتي أواجه النقط دي، مهمتي أواجه النقط دي، أتكلم وأواجه دلوقتي ونفوق الناس قبل فوات الأوان، لأن الحرب دي بتصب في صالح الشيطان فقط، مش في صالح أي حد تاني. فبداية الكلام هنتكلم على نقطة الشفاعة. الشفاعة أول نقطة هنتكلم فيها. واللي متاخد فهم خاطئ في معظم الأطراف عن الشفاعة لازم يتصحح. في ثلاث أنواع من الشفاعة: شفاعة كفارية، شفاعة توسلية، شفاعة الروح القدس في عدم معرفتنا للطلبات اللي احنا بنطلبها. فعشان نستوعب ايه الفروق، الشفاعة الكفارية هم الكلمة الله المتجسد صلب لأجلنا، تمام؟ فهو يشفع فينا لدى الثالوث. ايوه، ما انا عشان كده انا عايز كل اللي يا ريت اللي في البثوث الباقيه يسيبوا اللي في ايديهم لو يقدروا ويتابعونا هنا ويواجهوا هنا. اللي بيحصل والمشاكل اللي بتحصل عن جهل، لان في ثلاث انواع من الشفاعه يا جماعه. شفاعه المسيح كفاريه وتوسليه، ودي الشفاعة النوع الأولاني الكفارية يشترك فيها المسيح فقط. الشفاعة التوسلية هي الشفاعة لأجل طلبات وأشياء، ودي بنعملها في الصلاة في الكنيسة، بنقول الأواشي، صلاة لأجل كل أحد بعينه، صلاة لأجل سلام الكنيسة، صلاة لأجل الأهوية والأمطار والأنداء والكلام ده كله. ده النوع التاني من الشفاعة. الشفاعة الأولانية الكفارية مشترك فيها المسيح فقط. الشفاعة التوسلية موجود فيها المسيح، لأن المسيح قال كل ما يطلب شيء باسمي يستجاب له، صح؟ سلام المسيح فيك، أهلا بك. الشفاعة التوسلية مشترك فيها المسيح ربنا وإلهنا، ومشترك فيها القديسين، تمام؟ الشفاعة الثالثة هي شفاعة الروح القدس، والمقصود بيها إن كل ما نطلب طلب واحنا مش عارفين بنطلب ليه او بنطلب بطريقة غلط، الله الروح القدس بيحول الطلب للنموذج السليم. فدي نقطة الشفاعة، فايدتها بتفيد طبعا وتأثر. ابراهيم طلب عن سدوم وعمورة وقعد يقول لربنا ويفاصل معاه لو في 50 45 وهكذا بنفس المعنى ده. يعني لو في كم واحد بار يا رب ممكن ما تهلكش سدوم،
بس ربنا ما لقاش ناس بره غير لوط بس واللي معاه، لوط بس واللي معاه، يلا بقى بره اخلعوا واهربوا من نفسيكم. تمام، هنلاقي عظام إليشع الميت في وجهة نظر بعض الناس قومت ميتين. هنلاقي في عرس قنا الجليل أمنا العذراء اتشفعت وهي حية على الأرض في الناس. هنلاقيها اتشفعت وهي على الأرض وحلت الحديد لمتياس. هنلاقي أيوب في أربعة في ثلاثة تحديدا أصحابه بهدلوا الدنيا، ورابع جه بعد كده كان لذيذ. ربنا ما قبلش الذبيحة غير بناء على لازم يتشفع فيهم أيوب، يقولوا إن هما يقولوا إن هو عفى عنهم. سلام مسيح، أهلا سلام. ينفع تسأل سؤال أخ المساعد؟ أهلا بك. حاضر. الصور والتماثيل، أنا يا جماعة مش هطلع لكم شواهد، مش هعرف أسد المروحة، لأن لو سدتها أنا هموت من الحر. أنا ممكن أقللها، كده حلو؟ مش هقول لكم شواهد، خليكم انتوا تطلعوا الشواهد، انا هقول لكم المعاني والمفاهيم وطلعوها عشان نستسهل. ممكن الصور والتماثيل، هل الكنيسة القبطية تحديدا بتعبد الصور والتماثيل، او الكنائس التقليدية بتعبد الصور والتماثيل؟ الكلام ده مش حقيقي. اوكي، الصوت واضح؟ تمام. الكنائس، انا لو بحب بنت او محطة صورتها، تحط صورتها عندك على الواتساب، على اي مكان، على فيسبوك، على اي حاجة من الحاجات دي، تحط صورتها في جيبك، تحط صورتها على الموبايل. لو بص الصورة دي وقبلتها، معناها ان انت بتخون اللي انت بتحبها؟ لا، دي النظرة بالنسبة للصور. طب بالنسبة للايقونات وتدشين الايقونات، هو ينفع المسلم يبقى مسيحي؟ والمفترض ان الاسلام بيقول لا يقراها في الدين فقد تبين الرشد من الغي، يبقى كده ينفع صح ولا انت ايه رايك؟ النقطه مهمه تانية، ان الميرون اللي بتدشن بيه الايقونات متاخد من حنوط جسد السيد المسيح، يبقى في الحاله دي التدشين اللي بيتم سواء عندنا في الميرون على اجسادنا في سر الميرون او على ايقونات بيجعل هذا المكان مخصص للروح القدس، مكرس ليه، مخصص لله، فايه المشكله؟ فلما بنبص الايقونات بنبصها لان حاجه مكرسه ومخصصه لله، مش معناها ان احنا بنعبدها. واللي بيبص التمثال وبيعمل كده اهو، مش معناها ان هو بيعبده، لكن لا نغالي في منظر التبرك بالتماثيل والايقونات. واخواتنا اللي في الكنائس التقليديه فاهمين جدا ان احنا مش بنغالي ولا بنحب نغالي في هذا، واللي بيغالي ده نوع ضرب مش سليم او طريقه مش سليمه، المغالاه، لكن احنا لا نغالي في ذلك. ماشي، الخدمه والتبشير من حق كل واحد يخدم ويبشر ويبقى راجل تمام وكويس، بس يا جماعة ندي صورة حلوة. رجاء من أي حد عابر أو مش عابر أو مسيحي بالولادة، ندي صورة حلوة، ما ناخدش صور أو خلفيات مش بتاعتنا ونصدرها في المشهد. نكون خليقة جديدة، لما يتناقش نتناقش بطريقة سليمة.
نتناقش بطريقة سليمة ونبقى فعليا بنناقش بطريقة موضوعية، لا يبقى فيه تطرف في كلامنا. كل ده موجود، الإجابات اللي حضرتك بتسألها موجودة على اليوتيوب، خش اتفرج عليه. سلام عليكم انجلين. الإدانة، بص يا شباب، أي حد في الدنيا قابل للنقد، لكن في فرق ما بين النقد قلنا بس قبل كده وما بين الإدانة. النقد تنتقد شيء وانت في موضع مسؤولية او في موضع احساس ان في وارد حد يتأذي بسبب هذا الشخص او بسبب هذه الاخت او بسبب هذا الاخ او بسبب هذا الشماس او هذا القسيس او هذا القس او هذا الكاهن او تمام. فده من حقك ساعتها تتكلم ان انت شايف ان في اذية هتحصل، بس السب مش نقد، تبقى شتيمة. طب لو وصفت حد باللي بيعمله يبقى شتيمة؟ لا، لو وصفت حد باللي بيعمله يبقى مش شتيمة، لكن لو تجنيت عليه تبقى شتيمة وتبلية وحاجات كتير. ما عندناش سكوك غفران يا عم الحاج، مفيش سكوك غفران، مفيش حاجة اسمها سكوك غفران دلوقتي خالص، ومرفوضة من الكنيسة. في نقطة برضو مهمة جدا جدا جدا، هو ايه اللي يليق والذي لا يليق في المسيحية؟ في حاجات في المسيحية تليق ولا تليق. كتير من الناس تطلع تتكلم على موضوع، في ناس بتفسح تهرج بتهزر تهرج تهزر تعمل اللي هي عايزاه، هي حرة في حياتها الشخصية، هو يهزر يهرج يحب يتنيل يعمل اللي هو عايزه، هو حر في حياته الشخصية. طالما حياته الشخصية للناس دي ما بتجيش جنب حياتي أنا، ماشي، ما بتجيش جنب حياتي أنا. فمن حق كل بني آدم يعمل اللي هو عايزه، لكن نتدخل في حياة بعضنا الشخصية ونتحكم على بعضنا مش مقبول. طب الرأس يليق في المسيحية؟ أنواع من الرأس تليق. هو أنت لو متجوز مراتك أنت وهي رأسوا مع بعضيكم، عيب ولا حرام؟ ولا مش عيب ولا حرام أصلا؟ حقكم، ما نعقدش الدنيا بزيادة عن اللزوم. شخص، كل واحد فينا راجل جواه راجل، بنت جواها بنت، فبيعبر بطريقة ترفيهية عن حدث معين أو عن شيء معين او انا اعجاب اغنية او اي حاجة من النوعية دي. يبقى في الحالة دي نتحكم على الناس وعلى اعراضهم؟ الكلام ده مش مظبوط ومش لذيذ، واحترم كل واحد من خلفية مسيحية او من غير خلفية مسيحية وبيعرف يفرق وبيعرف يكون موضوعي وما بيحملش الامور ولا شخصنة. شخصنة الامور يا جماعة بتدمر وما بتصبش غير في مصلحة الشيطان مش في مصلحتنا خالص، ما بتصبش في مصلحة أي حد إلا الشيطان نفسه. لا، الرأس حرام، مش كل الرأس حرام، مش كل الرأس لا يليق. المتعة في الحياة المسيحية مش حرام، مش وحشة، بس تكون متعة في طريقة سليمة. قراية الكتاب المقدس تبقى رؤية شاملة، ما تقراش آية وتخطفها وتجري، ما تدورش على الباقي وما تدورش على أصل الموضوع جوه الإصحاح، وتفسر مع نفسك، ما تقراش كتب الآباء،
طب هل في بالنسبة للنقد، احنا قلنا اي حد قابل للنقد، قابل للنقد بس بطريقة لائقة، انتقد وخليك موضوعي بس بطريقة لائقة، واحترم مشاعر الاخر وانت بتنتقد، واحترم خصوصية الاخر وانت بتنتقد، كلنا بني ادمين. لكن كلامه الغلط ما طلقش، ولا حد غلط في حقك طلقش في الناس. كلنا نعرف نميز مين بيغلط مين ما بيغلطش، مين بيتكلم كلام مظبوط مين بيهاجمه بس، وندي الامور احجامها يا جماعة. مفيش حد صغر ولا كبر في البشر مش قابل يعني اللي هو يتم انتقاده بالنون قاف دال. من حقك تنتقد اي حد بس باسلوب مهذب. مش بالتهجم على خصوصيات الناس، مش بالتهجم على خصوصيات الناس. اقول تاني، مفيش في المسيحية احنا لا نعبد التماثيل، لا نعبد الايقونات، لا نعبد الاجساد. الاجساد لو بوسنا الجسد او سلمنا على الجسد عملنا كده هو انحلال الجسد، معناها ان احنا تكريم. ربنا قال اكرم الذين يكرمونني، لما بنسمي اسماء الكنائس باسماء قديسين او باسماء من العذراء تكريما وتنفيذا لهذه الآية، لا تصنع لك تمثالا منحوتا. كملوا الآية اللي كانت بتقول كده، لا تصنع لك تمثالا منحوتا في حالة العبادة، لكن لو صنعت تمثالا منحوتا وحطيته جنبك بيفكرك بحاجة، بيفكرك بقصة كويسة القديس، مش غلط في حد ذاته. وإلا ساعتها هيبقى انتوا عملتوا زي ما اخواتنا ايام السياسة اللي كانت مستفزة اللي كرهت المصريين في حكم الاخوان، ساعتها عملوا ايه؟ عملوا ايه ساعتها؟ كانوا عايزين يهدموا الاهرامات وابو الهول، يقولك دي اوثان. اهرامات وابو الهول اوثان ازاي يعني؟ يا جماعة النقطة دي سامعيني فيها؟ لا 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 need to stay. انا ما اقصدش واحد بعينه، انا اقصد جميعا كل اطراف الموضوع بتاعي شامل كل الدنيا، وانا شامل في كل الدنيا، مليش دعوة بموضوعات بعينها. انا ليا دلوقتي بتكلم بموضوع ان اكتر من حاجة بتحصل في الحياة الناس بتتكلم على ناس بتعبد اشخاص، وناس بتتكلم على خصوصيات ناس، وناس بتغلط في ناس، وناس بتعيب في ناس. انا بتكلم برؤية شمولية لكل شيء. شخص واحد مش 5 7 8 9 10 مليون شخص بيقع في نفس الاخطاء دي، وممكن انا وحضراتكم نقع فيها. يا جماعة في فرق ما بين شخصنة المواضيع والفرق ما بين موضوعية المواضيع، لازم نبقى موضوعيين. حياتي الشخصية لو انا بني ادم، انا الرأس في حد ذاته مش عيب، الحب في حد ذاته مش عيب، الغيرة المقدسة مش عيب، انتقاد اي شخص مش عيب. في ناس بتطلع تقول ما ينفعش تنتقد فلان لانه مكانة معينة، لانه رتبة معينة. انتقد انتقد بس باحترام وبأدب، حب كل الناس، انتقد بموضوعية. الناس الأخرى راعوا شعور كل الناس، يعني راعوا شعور الآخرين. لما نقول كلمة نبقى بنحاول نفهم الناس ان احنا معاني الصح عشان ما نتفهمش غلط، لان الفعل ممكن يدي رد فعل غلط لو الفعل اتفهم غلط. فالفعل ورد الفعل لازم نبقى احنا بنفعل افعال سليمة عشان ردود الافعال تبقى سليمة. لو احنا بنفعل افعال سليمة وردود الافعال ما جاتش سليمة
نسأل ليه، ليه ردود فعلك كده، ليه ردود فعلك كده، ليه ردود فعلكم معايا كده. ايوه الموضوع مفيهوش زعل، بس موضوع عام، ما تشخصنوش الموضوع. انا اقصد الموضوع عام، ما تشخصنوش الموضوع، مش صح حد شخصن الموضوع. بنتكلم في سكة، وانا لما كنت بطلع في بصوص معينة مع ناس انا بتكلم بموضوعية. الحاجات الشخصية دي كل واحد يعرف هو غلط في ايه يصلح غلطه. ولسه احنا طول ما احنا في الحياة بنتعلم كلنا، وارد حد يغلط النهاردة، وارد حد يكرر نفس الغلطة بكرة. الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها ان احنا نتدخل في حياة وخصوصيات الاخرين. لا، ما نتدخلش في حياة وخصوصيات الاخرين. انت ليه خصوصيتك، انا ليه خصوصيتي. طالما حضرتك خصوصيتك وحريتك مش متعدية حريتي، حريتك تعدت حريتي، من حق ان اتكلم، من حق ان اقول، من حق ان اتكلم، من حق ان اقول. يعني يبقى في قلبنا محبة، نحافظ على خصوصيات بعض. مفيش حد يطلع يفسر بمزاجه، أرجوكم، لا المسيحيين ولا غير المسيحيين. تفسير المزاج ده مش حلو. تفسير ان انت فاكر ان انت كل واحد فينا فاكر ان هو عنده الحقيقة المطلقة مش صح. عجبني رد احد المسؤولين الكنسيين لما قال انا بمثل نفسي، ما بمثلش كنيستي. كل واحد قال بمثل نفسي. تمثل كنيستك يعني الناس هتقول عليك تمثل كنيستك قوي لما انت تبقى شخصية كويسة، لكن وهم هيشكروا في كنيستك. لكن ان هو قال كده دي في حد ذاتها حلوة، لان هو برغم ان هو اسلوبه حلو بس بيوضح ان موضوعية ان انا امثل كنيستي يبقى لازم الكنيسة تقول ان فلان بيمثلني. ده صح، ده صح. فخلينا ندي صورة حلوة للناس عن المسيح، عن إلهنا. سلام. المنطق والإيمان. نوصل فكرة صح عن إلهنا، فكرة صح عن الكتاب المقدس. يا جماعة رجاء محبة بالنسبة لكل اخواتنا، استقوا الايمان المقدس، بصوا في الكتاب المقدس، بصوا فيما يتبع تعليم السيد المسيح، ما يتبع تقليد الاباء الرسل، وما خلا ذلك انفضوا جميع غبار ارجلكم من اي مكان من هذه الاشياء. حبيبي انت مالك، انت مالك، خدت ميوت دلوقتي، خدت بلوك، انت مالك. الشفاعة يا جماعة موجودة، الخصوصية لازم تبقى موجودة. اي حد تعدى خصوصية اي حد دي نوع، ده حاجة غلط. تكبير المواضيع وتأهيلها. عايز تعمل اي حاجة في حياتك، افتكر كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق. واحنا مش في الكبت، يعني المسيحية لا هي كبت ولا هي حرية مطلقة. قيس على كده، المسيح في مكانك كان هيعمل كده؟ اعمل. المسيح في مكانك هيعمل كده؟ حضرتك رايح واخد بعضك ورايح مصيف، طبيعي ان انت هتهيص، تهرج، تفسح. اللي مش طبيعي ان انت تبقى قاعد في المصيف في وسط الناس في البحر، انت جايب المنجلية على الشط وبتقرا في الكتاب المقدس.
انت بتدروش يعني كده، بتدروش كده، بتدروش مش صح، ما ده مش مكان كده. واحد في فرح وحنة الكلام ده هيرقص، هيهيص، هيسقف، هيعمل اي حاجة مع الحاجات دي، لان المكان الطبيعي ده. بس بلياقة، بلياقة، ليكن كل شيء بلياقة، حتى الفرحة بلياقة، لان ربنا مش عاوز فرحتنا، عايز فرحتنا، ويتمنى لنا ان احنا نبقى دايما مبسوطين بس في كل ما يرضيه. فما ينفعش تطلع الواحد يطلع يتهجم على كل الناس ويتهجم على خصوصيات الناس، ولا ينفع اخرين يتهجموا على خصوصيات اخرين. التهجم على بعضه ده مش صح. خصوصياتك انت حر فيها، العقائد نتناقش فيها، خصوصياتك انت حر فيها، عقائد نتناقش فيها، خصوصياتكم انتوا حرين فيها، لكن العقيدة والإيمان، ولو حريات الناس تعدت على حريتي من حق أتكلم وأقول لأ كفاية. ده الملخص المفيد لهذا الفيديو. ما ينفعش نتعدى حدود الآخرين وحريات الآخرين، وما ينفعش أقول إن مفيش حد قابل للنقد. كلنا قابلين للنقد، بما فينا أدخل واحد على البشرية دي كلها دلوقتي قاعد قابل للنقد. إذا كان الله نفسه سمح إنه كلنا يعني إن إحنا ممكن ننتقد الله، كم واحد دلوقتي كل ما يتكلم هو الله ينفع يتجسد؟ الله صلب؟ الله قام؟ إزاي يا جماعة؟ طب إذا كان الله نفسه سمح بالنقد، فلنعيش معيشة مسيحية حقيقية دون أن نهول أو نهول في المواقف، دون أن نهول أو نهول، ونقرأ فكر كتابي سليم، ونفسر الحياة الخاصة بطريقة سليمة والحياة الدينية بطريقة سليمة. لأن شفت كثيرين جدا في اللي مش قابل انتقاد الرتب الكنسية، وفي اللي مش قابل ان الحرية الشخصية للناس ان هما ممكن يهيصوا ويفرحوا بطريقة محترمة، وفي اللي مش قابل العقائد الإيمانية للكنائس، وفي اللي مش قابل نبقى في سلام اصلا. فلنفصل المواضيع الخاصة عن المواضيع الدينية، ونتكلم جميعا بموضوعية جديدة. الدين شيء، وحياتك الخاصة شيء، وحياتك الخاصة شيء، وحياتنا الخاصة كل واحد فينا شيء تاني. كل واحد ليه حريته في حياته الخاصة، يحب يرقص، يتفسح، يهرج، يتحب، كل واحد حقه. الانتقاد كل واحد مننا قابل الانتقاد، بس الانتقاد يكون بطريقة سليمة. ايا كان، ايا كان اي حد، ضروري هتلاقيه قابل للانتقاد. مفيش حد فوق النقد، بس طريقة النقد تبقى لطيفة. التاريخ احسنت كده ببلاش، مفيش 2 مليون دولار. بقرة كبيرة سنجيو. أنا كان نفسي أتكلم الموضوع ده، بس يعني لما لقيت الدنيا اشتدت قلت أتكلم. سلام المسيح، أهلا أهلا أخو فرانك. حقيقي لقيت في لغط حاصل. الحياة الشخصية حياتكم الشخصية، كل واحد ليه حق فيها، يعمل اللي هو عايزه فيها، ربنا يحاسبه. وفي ناس بتهول بأشياء، الحب، الفرح، الضحك، الرقص المحترم، الأشياء دي ما حدش يختلف عليها. الكبت لا، عدم التعبير السليم لا،
فلازم نفرق ما بين الأشياء وبعضها، نفرق ما بين الأشياء وبعضها، ما بقاش كله سمك لبن تمر هندي. الهجوم على بعض مش صح في أي طرف أو من الأطراف، بيهجم الغلط في بعضينا بالألفاظ مش صح، الشتيمة مش صح. طب انت ما بتغلطش؟ لا انا بغلط، بس في فرق لما بغلط وفي فرق لما نيجي نعلم الصح او نتعلم من بعضينا الصح. عيش حياتكم، خلي في خصوصية، خلوا في تركيز في مجال الخدمة، تركيز في ان احنا نبني مش نهدم. كل واحد يركز في المجال اللي هو يعرف يخدم فيه ويقوله على البصوص. اللي بيعرف في أديان يتكلم في الأديان، اللي بيعرف في المسيحية يتكلم في المسيحية، اللي بيعرف في نوعية معينة من نقط المسيحية يتكلم فيها. ما نتكلمش كلنا في كل حاجة خلاص، لأن مفيش حد فينا عارف كل حاجة في كل حاجة، وكل واحد فينا من اللي بيتابعوا البث أو اللي هيتابعوه بعد كده على اليوتيوب هيبقى فاهم إن الموضوع، هيعرف يفرق أنا مثلا ممكن متخصص في مجال إيه، فهل أنا فعلا فيه قوي ولا لأ، غيري متخصص في مجال إيه. قيموا المتابعين اللي انتوا يعني اللي انتوا بتتابعوهم، قيموا الناس اللي انتوا بتتابعوهم، مش المتابعين، انتوا المتابعين، قيموا الناس اللي انتوا بتتابعوهم، واحضر الحاجة اللي انت حاببها في الشخص ده. يا اسطى جيب لي اي دليل ان المسيح الله، ما تقوليش روح اليوتيوب، روح اليوتيوب. انا بصراحه يعني بحب اللي بيتخصص، واحد يقول انا متخصص في مجال كذا بيركز فيه ويفيدنا فيه، لكن اللي بيعرف او اللي عامل بيعرف كل شيء في كل شيء وخلاص ما بيفيدش حد، لانه غالبا بيتوه. انا بقول النقطه دي مش عشان اي مواضيع في اي مواضيع، انا بقول من النقطه دي تحديدا لأن في موضوعات ومفاهيم غلط عن المسيحية وعن تطبيق العمل للمسيحية كتير بيقعوا في غلط فيه، ممكن أكون أنا بقع في الغلط في أوقات فيه، فعايزين يعني نحسن طريقتنا في التعامل وفهم المسيحية بطريقة سليمة. الانتقاد حلو، ما لو محدش انتقدني مش عارف افهم، محدش انتقدني مش عارف افهم، فمفيش حد فوق الانتقاد، بس نستحمل بعضينا في الانتقاد. اما بقى الاشياء الشخصية، كل واحد وظروف حياته وخلفيته واشياء كتيرة عديدة، عوامل مختلفة. حبيبي ما تطلعش تاني خالص، ماشي؟ خد ميوت، ويعني ما حدش اجبرك تخش، مش ناقصك، ماشي؟ مش ناقصك. مفيش حاجة مقنعة، دخلت ملقيت 3800 فيديو ومفيش فيديو اقنعك، ماشي خد بعضك وامشي، انا مش مقنع اصلا. يلا يا عم يلا متتعبناش، يلا مش عايزين نضيع وقتنا، خدوا بقى في وشك وامشي. هو ينفع المسلم؟ احنا قلنا طبيعي، يعني طبيعي ان الدول والقوانين والاعراف في كل مكان تتيح لكل واحد يبقى في الديانة اللي هو عاوزها. تسألك ده ايه هدفه؟
جاوبت السؤال صدقني، جاوبت السؤال. ينفع هو يا جماعة في وش مغناطيس بيجذبهم يعني ان هم يخشوا يتفرجوا؟ الواد يخش يتفرج، خش يتفرج. وانا ضحكتي بتموت من. طب كويس يا عم، بتزعزعك ببلاش اهو. اي خدمة اي خدمة. سلام مسيح لويس منصور، اهلا بيك. أهلا بيك. صح يا جماعة، أنا من أكتر الناس اللي واجهت أشياء كتيرة في حياتي عشان أقول كلمة حق. ربنا قادر يخليني مهما كان أي شيء مو يتفرج يستمع. تمام، كيف صحتك؟ الجامعة نشكر ربنا الصحة في الفل الفل. أخويا الغالي، هل أنت دارس الكتاب المقدس بشكل جيد؟ عذرا في السؤال. أبقى أحكم عليا بعدين، مش وقت دلوقتي، أبقى أحكم عليا بعدين. هل حد عنده أي سؤال آخر؟ يا جماعة ملخص الموضوع، عيشوا كما حق الإنجيل المسيح وتقاليد الآباء الرسوليين فقط، وأي تفسيرات مختلفة عن الكتاب المقدس وعيشوا كما حق الإنجيل المسيح لا تطيعوها. يقول القديس بولس: إن بشرناكم أنا أو ملاك غير ما بشرناكم فليكن ايه؟ أناسيمة. أناسيمة يعني ايه؟ محروم. يعني لو حد بشرنا بكلام غير اللي قاله السيد المسيح الكتاب المقدس وغير اللي قالوه الآباء الرسل فليكن محروما. والكلام اللي أنا قلته في الفيديو ينطبق على كثيرين في حياتي السابقة وفي حياتي الحالية وفي حياتي المستقبلية. في حياتي المستقبلية نجيب الآيات اللي بتتكلم عن النقطة دي. ربنا مع الجميع، واحنا فاتوا شكرا انك فاكر انك عايز مصلحتي، عارف مصلحتي فين وانت بتضحك تعيش. شكرا. كيف عالم بتآمن بالتقليد الكنسي؟ كيف بيقول لهم ده؟ انا هقول لهم احلى اوالة، هقول لهم احلى اوالة، بس استاذنكم هقلب بس الموبايل عشان اجيب حاجة وهجيب. الله قال أشياء كثيرة جدا، قال أشياء كثيرة جدا. رسالة يوحنا الأولى صح واحد، ممكن تطلعوها يوحنا الأولى
الله كلم البيت وسمعناه ورأيناه بعيوننا وشاهدناه ولمسته أيدينا ومن جهة كلمته الحياة. حلو حلو. الله اللي شافوه قعدوا معاه قد ايه؟ نقول مثلا من 30 لسن 33 وثلث. قعدوا معاه ثلاث سنين وثلث. الكتاب المقدس دون كل حاجة، الكتاب المقدس دون كل حاجة عملها السيد المسيح، مدونش كل حاجة عملها السيد المسيح، صح؟ صح. لم يدون كل شيء، صح، كلام مظبوط. وبما انه لم يدون كل شيء ففي تسليم وصل لنا، يعني يوحنا، انجيل يوحنا بقى 21:25: واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. آمين. إخواتنا اللي بيقولوا إن التقليد مش موجود، نقول لهم ممكن حضراتكم تقولنا إيه الأشياء الأخرى الكتيرة اللي صنعها يسوع؟ قولوا لي شيء. سلام المسيح جيسوس فولور. سلام المسيح. أشياء كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. أشياء كثيرة عملها الله الكلمة وهو في الجسد. لو اتكتبت العالم كله، لو اتكتب فيه كتب عن السيد المسيح مش هيسعوا. نحن نفصل الطبيعتين يا محمد، الألوهية والناسوتية أنا نفصلهم، ماشي؟ فأنا عايز إخواتنا اللي بيتكلموا الله الله، فاثبتوا إذن أيها الإخوة تمسكوا بالتعليم الذي تعلمتموه سواء بالكلام كان بالكلام أم برسالتنا. الله الله الله، أبي جايل مش هيصل أدي. بصوا يا جماعة العابرين عاملين شغل حلوة، دول بقى اللي ينطبق عليهم الناس اللي إيه؟ اللي هيسبقونا فل الفل كده للملكوت. يعني اهو اهو، اثبتوا ايها الاخوه تمسكوا بالتعليم الذي تعلمتموه سواء كان بالكلام ام برسالتنا. يعني في كلام، في رسائل، في شفوي، في رسائل. فايه جبتوا منين ان مفيش تقليد؟ على فكره يا جماعه تحديدا كده، عشان صراحه نبقى صراحه مع بعض، نشكر ربنا. امين، هللويا، سلام المسيح. الكنيسة تحديدا اللي بتقول ان مفيش تقليد هي نفسها بتأمن بالتقليد، على الأقل من أيام مؤسسينها. ففي تقليد مقدس وكل الكنائس تؤمن به. ولما تيجي تتكلم مع أي كنيسة دلوقتي يقولك our tradition said، our tradition says that. ايه ده، انتوا عندكم tradition؟ التقليد بتاعنا. الله، يعني هو التقليد بتاعكم حلو والتقليد بتاع الآباء الرسل وحش؟ لا، ما احنا مؤمنين بآباء الرسل. وعجبني ليا معرفة حلوة في الكنيسة الإنجليزية، راعية الكنيسة الأمريكية قالت احنا بنؤمن بأبوسل الكريد. بص الكريد قانون الرسل. ممكن تكلمنا على الدسكولية؟ حاضر، في بس منفصل عن الدسكولية لكن مش دلوقتي، عشان الدسكولية موضوع كبير. اكس مسلم، يا هلا بيك، يا هلا بيك. الدسكولية، حاضر يا جماعة.
شفت يا أبيجايل الحرب الأهلية اللي حصلت؟ طيارة المليون دولار ممكن تكتب الدسكولية دي. أهو أنا كتبت موضوع الدسكولية عشان أقوله. فده دي نقطة التقليد يا جماعة، رجاء محبة إخواتنا العابرين مع البث وكل العابرين، أبوس رجليكم لو سمحتوا. وانت داخل المسيحية ما تحسش ان انت اثناسيوس الرسولي كده من اول يوم. شفتي يا اول المليون دولار ما تحسش ان انت بول يعني اثناسيوس الرسولي كده من اول يوم. حلو متعلم، حلو ندور، حلو نسأل، حلو نجاوب، حلو نتسأل، حلو نطلع فاهمين وكويس، بس تعيش ربنا يباركك. بس اللذيذ ان ما ندعيش المعرفة بكل شيء، ما ندعيش المعرفة بكل شيء. انا كمسيحي بقالي فوق 30 سنة في المسيحية، ما ندعيش ان انا اعرف كل شيء وعليم الله. فعليا بتعلم من المسيحيين العابرين والمسيحيين اللي مش عابرين اللي هم بولادة، بتعلم كتير برغم ان انا 32 سنة وإكليريكي و طب ليه نتعلم الاول؟ كلنا نتعلم الاول بالظبط، وما نعلمش غير لما نكون متأكدين من اللي احنا هنعلمه. سلام المسيح بيشو، سلام المسيح، اهلا.